بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أخوكم خالد 26. فيديو راح أشرح طريقة حل مشكلة عدم تفعيل أو عدم عمل الأدوات أو عدم ظهورها في الإعدادات في جيبك الإكترا. راح يكون الشرح فيديو للطريقة اللي كتبتها قبل كم يوم لهذه. في البداية راح يكون عندك جبريك مفعل على الجهاز، لازم يكون مفعل كذا، الجبريك مفعل. بعدها راح تحذف الأدوات كلها من الجهاز عن طريق حذف الأداة هذه، سوي تعديل إزالة. نعمل ستارت الجهاز، بعد حذف الأدوات راح تحمل عندك برنامجين اللي هو سايبر دك وبوتي على الجهاز عن طريق الرابط إن شاء الله تكون في وصف الفيديو. في البداية راح نفتح سايبر دك، راح تتحرك الواجهة هذه، راح نختار هنا SFTP، هنا الIP عن طريق شبكة الواي فاي، بعدها اليوزر نيم روت، ثم الباسورد الباين، أول باسورد خاص فيك راح نكتب الباين، ثم راح نضغط على كونكت للدخول على ملفات الجهاز، نعطي تأكيد كذا. خشينا على ملفات الجهاز، راح نحذف مجلدين. راح نخش في البداية على يوزر اللي هو هذا، ثم لب، ثم راح تتأكد من عدم وجود ملف تويك انجكت، كذا راح يكون اسم المجلد اللي كان عندك في المسار هذا. راح تعمل حذف للمجلد هذا بعد ما تدخل على اللب، تأكد من عدم وجود مجلد التويك انجكت. بعدها راح نخش المسار الثاني اللي هو هنا، ثم راح تتأكد من عدم وجود ملف مجلد موبايل، هذا المجلد الثاني. راح نعمل حذف المسار هنا في اللايبراري هنا، اذا كان موجود اعمل حذف له. بعدها اذا خلصنا عمل حذف المجلدين وتأكد من عدم وجودهما في المسار اللي قبل شوي، راح اقفل سايبر دك ونفتح البوتي، نكتب الاي بي هنا، بعدها اوبن، ثم اللوجن نكتب روت، الباسورد اكتب الباين. كذا خلصنا من الدخول بملف الجهاز. راح نعمل نسخ للامر هذا، راح يكون ان شاء الله في وصف فيديو الامر. تعمل نسخ ثم لصق هنا،
كذا خلصنا من عملية عمل مجلدين وعمل خسار لهما. إذا طلع لك أي خطأ كذا أنت ما حذفت الملفين اللي قبل شوي اللي هو تويك انجكت مجلدين اللي تويك انجكت وموبايل سبستريت كذا. إذا ما طلع لك أي خطأ سطر جديد كذا الأمور تمام عندك. بعدها راح نحمل الأدوات من جديد مثلا نكتب الأداة هذه اللي هي تأكد انك محملها من سورس المطور اللي هو الاصدار هذا سورس المطور هذا هو هذا سورس المطور. نعمل تحميل من خلال السورس. بعد راح تكون الأدوات عندك شغالة راح نعمل تأكيد بس نحمل مثلا الأداة هذه الأداة موجودة. وعمل تأكيد لتطبيق الجبريك لازم تكون مفعل التويكس خيار التويكس اللي تحت. إذا أنت ما أنت مفعله اعمل ريستارت الجهاز وفعل التويكس واعمل تفعيل الجبريك من جديد وراح تظهر لك الأدوات. إذا كان عندك أي سؤال استفسار راسلني بالتويتر سيدي 20 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.